ده زي الفل. في ايه؟ بقولك ايه، انا هعرفك على الراجل ده وامشي على طول عشان عندي ميعاد معاه. لا الندله دي لا طبعا. وانا مالي؟ مش عشرني بينك وانت الاثنين هتعرفوا ان شاء الله عشان تتجوزوا. انا مالي بقى؟ طب هو عنده كام سنه؟ 30 سنه. ما اتجوزش قبل كده، عنده شقه في سكان الشباب 75 متر، والباقي انت هتعرفيه لو. طب هو عارف ان هو عارف كل حاجه؟ والله العظيم عارف كل حاجه وحكي له على كل حاجه. مالكي بنت مسمتحه كده ليه؟ شايفه البنات عاملين ازاي يا ورد وانا لبسي قديم ازاي؟ ماله لبسك؟ انت زي القمر. وبعدين ايه اللي عاجبك فيها؟ دي شبه الرجاله بشعرها ده، انت بقى زي القمر وانا عامله لك شعر. يلا بقى ربنا يخليكي. يلا افردي وشك كده واضحكي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ محمود، ناديه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا. واقفين ليه؟ اتفضلوا. معلش بقى انا هستأذنك عشان عندي ميعاد. بس طب خليكي معانا شويه ورد، اقعدي معانا شويه. معلش بقى مره ثانيه. على طول كده. شرفنا بيك. شكرا. شكلك بتحبيها قوي على فكره. ورد دي زي اختي. ربنا يخليكوا لبعض. كانت قالت لي انك معاكي دبلوم تجاره حاجه زي كده. فعلا معايا دبلوم تجاره، بس الحقيقه انا لا عمري حبيتها ولا فكرت اشتغل بيها. ايه؟ يعني تقدر تقول اني بحب التطريز والخياطه اكتر. انا حتى المفصله الهدوم دي. بجد ذوقك حلو قوي على فكره، ولايق عليك يعني، غير مختلف غير لبس كل البنات الالوان الكتير اللي بيلبسوها دي. معلش سوري، انا طلبت قهوه قبل ما تيجي. تحبي تشربي ايه؟ ممكن اشرب شاي. اوكي. يا بنت انا عايز اعرف انت سحباني ورايحه على فين كده؟ تعالى مش قاعد معاك في حته. تعالى بقى والنبي، تعالى اسمع الكلام بقى. بسرعه يا حسن. نوري يا مجنونه انت. من هنا. يا بنت واخداني على فين؟ تعالى بس. كده. كده؟ بس خلي بالك. ولا ايه؟ هننزل تحت؟ انزل انت الاول. حاسب. يلا. على مهلك. بعدين كده. كده؟ انزل. طفاني يا ورد. يلا. اقعد. اقعد فين؟ هنا. يعني انت جايباني المشوار ده كله عشان تقعديني هنا؟ تعالى بس، تعالى بس يا حسن والنبي بالراحه عليا. انا دايما باجي هنا اقعد لوحدي. تيجي هنا لوحدك؟ تيجي لوحدك تعملي ايه هنا يا بنت؟ ما تخافش. الله بالراحه. ايوه عليك يا حسن. اقعد اقعد بس. اقعد وانا هحكي لك. بص يا سيدي، انا دايما باجي هنا واقعد ادعي لك واقول يا رب ترجع لي بالسلام. وكمان ايام امتحاناتك كنت باجي هنا واقول يا رب تنجح يا رب، والماده اللي تخلص منها ما ترجعش تذاكرها تاني ابدا يا حسن. اذا كان كده ماشي، كده يبقى سر وباتح. مش قلت لك سر وباتح؟ ماشي. استني، انت بتعملي ايه؟ انت نسيت ان انا معاكي ولا ايه يا بت؟ خد امسكي. لا قولي الاول انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في حسن؟ نفسك في ابو علي؟ انا اقول لك نفسي في ايه؟ نفسي بنت ورد اجيب لك احلى بيت في اسكندريه كلها. ارجع كل يوم من الشغل تعبان، تعملي اكل بايدك الحلوين دول ينسوني تعب اليوم كله. بعد ما ناكل نقعد في البلكونه نشرب شاي. البلكونه دي لازم تبقى بتبص على البحر. تقعدي بقى تحكي لي ايه اللي حصل النهارده، والواد رشيد يكسر لك ايه في البيت. رشيدي مين؟ رشيدي مين؟ رشيدي ابننا يا بنت. يا لهوي، انت هتسميه رشيدي؟ امال اسميه سوسو؟ حرام عليك يا حسن، ده عيل صغير ما يستحملش. ايه المشكله يا بنت؟ ما ابويا كان اسمه رشيد وهو صغير، وكبر بقى اسمه رشيد برضه، مفيش حاجه. خلاص يا حسن اللي تشوفه. يلا ايه؟ انت بقى قولي نفسك في ايه؟ استني، انت رايحه فين؟ يا بنت ابعدي براحتك، احنا صارفين. جري يا عم البحر. يا عم اهدى، خلاص انا قلت كل اللي انا نفسي فيه. نفسك في ايه بقى؟ نفسي تفضل معايا على طول يا حسن. بس كده؟ هاتي بقى عندنا الواجب ده بحر. ايه؟ الجني ده هيفضل معايا. ليه يا حسن؟ عشان الأغنية دي اللي حققت مش الراحة. أنا عارف إن البنات بتحب الشوكولاتة، فأنا قررت أجيب معايا واحدة وأنا جاي. والله لو البنت اللي هو أنت طبعًا طلعت لطيفة هديها لها. خد بالك. طب ولو كانت طلعت مش لطيفة؟ كنت أنا أولى طبعًا، يعني هو هيبقى موت وخراب ديار. خد بالك.
اشرب. انت عارف انا بحب الشوكولاته بس الدكتور منعني يعني. على فكره هو مش قاعده يعني، مش في كل الحالات بيبقى مضر، في حالات مضر وحالات عادي، مش ازمه يعني. بس انا تلاقيني خبره في موضوع امراض القلب ده بالذات. هو انت كمان؟ لا لا مش انا، مامتي كده وخالاتي الاثنين كده وبنت خالي الصغيره برضو. يعني زي ما تقولي مرض القلب ده وراثه في عيلتنا، خصوصا البنات كمان. ربنا يشفيه. فمن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عادي، مش حاجه كبيره يعني، زي دور البرد كده. عمري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها اي مشاكل. بس يعني في ناس عندهم مشاكل. يعني انا مثلا ممنوع عني المجهود زياده، يعني ما ينفعش يكون عندي اولاد. ما ينفعش يكون عندك اولاد؟ ليه ما ينفعش؟ عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالات، وانا حالتي ما ينفعش معايا. هو طبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجه زي دي. وعلى فكره الاطفال مش عند كل الناس حاجه مهمه يعني، في ناس بتفرق مع الاطفال، ناس ما بتفرقش، هو ناس وناس زي حالات وحالات. بس هو انا بالنسبه لي موضوع الخلفه ده مهم. هو انت طبعا انسانه كويسه واكيد ربنا شايلك حاجه احسن، انت انسانه جميله وكويسه. يا قلبي قطع العريس هو وامه، وقطعت انا كمان. خليتك تنزلي عشان تقابلي، ما كانش قصدي. معلش يا دنيا، حقك عليا. تعالي يا ورد. عشان خاطرك ودي هديها يا ورد، عشان ما تكرش الزمن وجاي يا دنيا. ما قلتلوش ليه يا ورد؟ الله يسوعه عليا، وبعدين انا كنت فاكره يعني انه هيقدر ويفهم. هو ما فهمش يا ورد، ما فهمش. ده اول مره دي ايه؟ ده بقى عيلته كلها عيانين زيي، جاي متفصل ومتطرز جاهز يا ورد، وبرضه ما فهمش. انا ليه ما تعملي كده في نفسك؟ حقك عليا، انا اسفه. انا مش زعلانه منك يا ورد، ومش زعلانه منه. أنا زعلانة من الدنيا وأنا زعلانة من كل حاجة ماليش يد فيها ومش عارفة أغيرها. تفتكري بقى هلاقي اللي يجي يغيرها علشان؟ أكيد طبعًا، أكيد صدقيني. 100 مرة قبل كده قلتي لي أكيد وما بيحصلش. 101 هيحصل. وممكن لأ. كفاية بقى كده يا ورد. كفاية قلة قيمة. أنا من النهاردة مش قابل غير البني آدم اللي يتمناني ويعوزني بكل ظروفي. يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حد ويحبني. من ساعة ما وقعت على الدنيا وانا شايفاك انتي وحسن ما بحسدكوش والله يا ورد، بس انا نفسي ابقى زيكم. نفسي عيني تدمع زي عينك لما بتشوفيه، نفسي قلبي يدق زي قلبك لما بتسمعي اسمه. ده صعب؟ لا لا مش صعب، صدقيني وهيحصل، هيحصل ان شاء الله. ارتحت يا امينه؟ قعدت تزن عليها لحد ما نزلت وراحت، مش كده؟ نبي حسن ابوس ايدك اخوي، لو امك غاليه عندك وطي حسك احسن. ابوك لو سيبك هيعمل لنا حكايه. احسن خليه بقى يسمع يوم يكسر بيت علينا كلنا كده. برضو يا حسن اخص عليك يا امينه. ما انت اللي ما بتسمعش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس انا ام، انا وليا يا حسن، وبحس بالولايه اكتر من اي حد. نادية يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكوا بقى، نادية صعبانه عليا قوي. يعني هي مش صعبانه عليا؟ تفتكر ان انا مبسوط ان انا شايفها قدام عينيا كده مش عارف اعمل لها حاجه؟
مش عارف حتى افرحها عشان خايف تروح مننا. نفرح بعد ما بعد كده المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت بعد الشر عليها. ما تقولش على اختك كده، ان شاء الله هتعيش يا ستي. وانا اللي بقول الدكاتره اللي بتقول، وانا بقى مش مستعده اجرب في اختي. عمر بيد الله يا حسن، ما بتشوفش يا طنايا نظره الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكه فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطه وحد يقول لها عقبالك يا عروسه؟ تقطع قلبي يا حسن، نفسي اشوف الفرحه في عينيها يا ابني. وانا نفسي تفضل عايشه، مش مستني اللحظه اللي اشوفها بتموت قدام عينيا. انت كده تبقى اناني يا حسن، انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا محسن سيبها تعيش، خلينا نفرح، خلي هي كمان تفرح. ماشي يا محسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لا مؤاخذه حاج صاحبات، تعالى هنا ما تخافيش، ما انت عارف ايده الشمال غبيه. اه عارف. واحد بيرا يا سايكو. انا يا دكتور علي. ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور يا زهير، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وام المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره وممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعاملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور، مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره، سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد. متردد، مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز، امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور، واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا، الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب، كلها صدفه بصدفه يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيره. اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحة الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل اول مره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك. وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا؟ ادينا رحمناه من سجن الحكومه ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد ايه يا اكرم؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ وكلنا عارفين ان الراجل كان شايف شغله كويس، لولا انه غبي مش اكتر. ما هو ده بقى مصير الاغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا اكرم. ان شاء الله. ونبي عمرو بيه قول للباشا اكرم البدري في خدمتك دايما. مع الف سلامه. مع السلامه. وفضل اي حد يجي يمسح على راسي. حسنة سهل، اصل انا يتيم، ابويا وامي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده واسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركة وثواب،
خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك. الاكل بحساب والنوم بحساب. حتى الكلام بحساب. وكانوا كلهم اكبر مني. كان يبقى نفسي اتكلم. اقول اي حاجه، اسمع صوت لاي حد، كانت كانت بتعدي علي ايام بحس ان صوتي متسلسل من كتر السكوت. لغاية عرفت طريق الورقة والقلم وبقيت اكتب واحكي واقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك واليوم ده ما يجيش، هتعود نفسك انه مالكش بيت. تمام. تعالى يا حبيب قلبي. اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it. انا بتاع فوتوشوب. You did it with Photoshop؟ واو. حبيب قلبي بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا ما شفتش مارو بكبت ولا كاندلز لنعناع. احنا التتا بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش، بس ما بعرف ان نعناع مزعلانه مني. قولي يا مارو، بتحس بايه لما بتبص النعناع كده وتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا وتكلمني، بس انا مشوفهاش. بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصوره معانا؟ بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي، شاطر، اعمل واحدة تانية، يلا. النهاردة ثانوية ماما، وأنت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعة. يا ترى ناوية تيجي معانا النهاردة ولا زي كل سنة؟ ما أنت عارف يا أكرم إني مشغولة وعندي مواعيد النهاردة في الروتر. Thank you.
مالك يا بت؟ بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلا بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ اه طبعا زي ابوك الله يرحمه. ألف رحمة ونور تنزل عليه. الله يرحمك يا رب. اتنين أبو كريم. ماشي. إيه؟ واخد حقك. في حد راضي يا حسن؟ في حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه؟ انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. انا هدي، انت مش عارفه ايه؟ انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمته. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ اللي هيصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت؟ حاسس انه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طيبتك وحنيتك يا بنتي. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريس. انت لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان الراجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. انا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايف من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن. خلاص؟ اكيد. حاجة بقى، حاجة عشان نازل عندي مشاوير. لا 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 الله. محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي. انا اسفه والنبي يا استاذ وهبي، والله انا حاولت اكتر من مره بس اعمل ايه. انا اول يوم سالتك قلتي لي انك متمكنه وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثه والنهارده رابع يوم، انا مضطر لفصلك من الشغل. خير النبي. خير يا استاذ وهبي، في ايه؟ الروايه دي بقى لها اسبوع هنا ومطلوب تسلم بكره وهي ما خلصتش حتى ثلاث ارباع بتاعتها. ايه القرف ده؟ معلش معلش، ولا يهمك، انا هتصرف. تعالي معايا يا بنتي بالراحه، واحده واحده. هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا، بقالي اسبوع يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه. معلش بس برضه انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني وترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي نجي. بيقول لك مره اتنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مرة واحد صعيدي تلاقي له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك، عندك وملك ايديك؟ اطلب. قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا. قال له ايه ده؟ شوف لي طلب اسهل من كده شويه. قال له خلاص، خلي لي كل صعيده اللي بلدنا يفهموا. قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس؟ بيقول لك مرة واحد صعيدي فين مات؟ مرة قنبلة وقعت على الهوا عملت بوم. لا مؤاخذة شو، اتأخرت عليك. ولا يهمك يا استاذ. معلش يا شو، أنا مش هينفع أجي معاكي، عندي شغل ولازم أسافر. أيوه بس أنا كنت معلش ما تسمع عني، بس أقول لك إيه؟ خدي الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليهم معاك حتى لو انت جايز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه اللي فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه بس انا خايفه، خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. وبعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. توكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركب لك حاجه. تعالي شوف. خلي بالك. ها طمني لما توصلي. بونجور. بونجور اكرم بيك. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه، شرف زياره حضرتك لينا المره دي، اتاخر قوي. ما تهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا.
ده مين ده اللي قدام شويه وهتبص ايه ده ورجليه؟ دي بنت ده اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنان ستر يلا السلام عليكم اخ. ما تشوفش عزوز والنبي يا حسن ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك غير هدومك يلا عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كتر اخرج انت. اخرج انا يلا تعالى ننزل نشوف البحر. حبستك للنهار دي مش تنفع يا عم. انا مبسوط بالحبسه. انا مبسوط بالحبسه. اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. حسن خد اقول لك ايه ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب كلوس وبت بت مين عزوز؟ بت زي القمر يا حسن دي عليها جوز عيون ولا ضحكتها يا ابوي ضحكتها حلوه قوي حلوه قوي. لا ما شفتهاش المره الجايه بقول لها. يوه هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يوه. واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمه سعادتك. ذكرى مع الباشا حنان. تعالي معايا. آدم دنيا جديدة بتفتح لك يا نورس بتقول لك عدي تعبت كتير بقى وأنا الأول ترتاح
لازم تتنقل نقلة تانية يا أخي، نقلة تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وأبوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. أبو علي أنت هنا؟ أيوة برضه. مش شاي يا حبيبي؟ تسلم إيدك يا عم رضا. إزيك عامل إيه؟ عايز أسألك سؤال، إيه رأيك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميمي الشربيني؟ ميمي الشربيني طبعا، هو في زي ميمي الشربيني؟ طب اقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على عروسه، ده بيخطب على الهوا يا بابا. دنيا تقل غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جون في كاس العالم بيزل لنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالى على الجول. يلا بينا. ساعات البيه يا ساعات البيه. خير حضرتك؟ نسيت دول. خد يا ابني. ايوه باشا، مرنا كبير. كل سنه وانت طيب. ايوه 200 جنيه حته واحده، ربنا يخليك لينا يا كبير، بس بتاعك زي العسل باذن الله. شكرا يا باشا، مع السلامة يا ريس، مع ألف سلامة. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع، الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل، فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك اعشقه. الو. ايوه. ايه يا دوك، ايه الاخبار؟ تمام. عايز حاجه؟ انت مش نازل؟ انزل فين دلوقتي؟ الساعه 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعه 4 العصر؟ يا دوك الساعه 4 العصر وانا بكلمك الساعه 4 الفجر. انا من الناس اللي ما بتروحش في حته الساعه 4 العصر. عايز تنام يا اخي؟ ده انت الغريب جدا. ايه ده؟ الو. ازيك يا علي، عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني؟ قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي، قلقان يا دكتور قلقان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا قلقان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم قلقان من ايه؟ ما انا تكتب كنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور، بس انا مؤاخذه يعني مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر، الصيف كله على ماده، لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي، دور سبتمبر دايما بياخد وقت، وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده، كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده. قول لي بقى، انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل؟ يا سلام،
ده سيادتك تؤمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم، دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي، هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ يا باشمهندس محمود، احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي، يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته واللي انا رفضته. حضرتك انا معرفتش اسباب للرفض، وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه محدش وصل لها قبل كده، كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور مفيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قبله، حتى حضرتك مع احترامي ليك اشتغلت بنفس الوسيله وما وصلتش لنتيجه. لو حساباتي كانت مظبوطه. لو حساباتك كانت مظبوطه، هو ده المصطلح. لو يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاويه تانية، يعني في النهايه هتوصل لنفس الحيطه السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم انا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربه. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم الاول ازاي يكون معيد شاطر. طبعا انت ناجح. ناجح؟ لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجه. يعني مش بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون سرحت في واحده؟ هو انا حسيت كده ودايما احساسي يبقى صح. احساسك المره دي صح. هو انت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجه زي دي بحس انك بتقلب الموضوع تهريج وتستقلب كلامي؟ لا مش طبعا. انت عايزه تحللي شخصيتي؟ لا اكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجه جت في بالي وقلت اقولها لك. يعني مش اي حاجه تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق، بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تتأسفيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكسي. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه؟ يا ساتر. انت يا بنت، انت يا بنت اللي معرفش اسمك. استني استني يا بنت، عايز اقول لك كلمتين. أنا عبد المعطي شلش، ومن ساعة ما شفتك وانت على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني، قصدي يعني تليفيني، يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والختمة الشريفة. هه قلتي ايه؟ انت سامعاني ولا انت مصنقة في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه؟ بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت يا بنت. ورد، عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ يقول البنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله. سرحانه في ايه؟ مفيش. بقول لك عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجه. تعال تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مره بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الاحساس اللي انا حسيته لما كنت حته لحمه حمرا لما امك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك، بقيتي عندي اغلى من حسن وناديه. لما كنت صغططه قد كده كان طولك شبري، كنت دايما في كل صلاه ادعي واقول يا رب يا ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني ابدا. ايه ده؟ مالك يا قلب امك؟ ولا حاجه خالص، مفيش، بس يعني حضنك كان وحش. الكلام ده على امينه برضو؟
في ايه يا حبيبتي؟ اصلا حلمت حلم وحش قوي او اني مفزوعه من النوم. خير الله ما جعله خير. احكي لي يا ضنايا. حلمت ان انا في مركب في وسط البحر وحسن واقف على الشط التاني، بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ها كملي. كان واقف وانا عماله انده عليه انده عليه، بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه، يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب. عارفه يا ورد، كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفه، يعني عين وصابتك. اه والله. يوه ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفه يا ورد، لما كنت انا ورشيدي مخطوبين، لما كان يعدي عليا عشان يخرجني ما قلتيش من هو على الإمة يدخل كده بطوله وعرضه. يا اختي كل نسوان الحته قبل ما نتها يتهبلوا عليه، وانا بقى كنت امشي جنبه وهو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوسوسني ما اقولكيش الدنيا وما فيها. وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان الحته في كوم وانا في كوم تاني. تذكر جدته حين كانت تطلب منه العوده لامه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب وأشتغل. من فضلك اديني فرصتي ان اوضح حد للمهزله دي. هو ما يتكلمش ليه؟ ادم حضرتك بتساوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله. مهزله. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، ازيك؟ ازيك يا دكتور. ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن انت كنت موجود في مكتب الدكتوره عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ لا يا دكتور، كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته او كان يعني. شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجله العلميه ويكتبه باسمه. حسن دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟
ايوه دكتور. ايه حضرتك دكتور، هو في حاجه؟ حسن رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشنا قوي. تعال نشرب شاي. تعال اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار. اغسل لي الكوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مالك يا حسن؟ والله وحشني يا حسن. وانت كمان يا عم محمود. الله يخليك. انا عايز معلقه واحده بس. ماشي. مالك وفينك؟ الدنيا مشغله يا عم محمود، والشقه ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن ربه الا ونسة الانسان عن نفسه. بس انا في دقيقه، في دقيقه كبيره قوي. النهارده حصل لي موقف صعب جدا. في رجل خير وبغراني افضلوا عليا قد كده. انا النهارده شهدت عليه وحاسس ان انا وديته في 60 داهيه، مش عارف ده صح ولا غلط. شهاده حق يا حسن؟ حق طبعا عم محمود، امال ايه؟ طالما حق يبقى مفيش. بس بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي له ابطال عليك، مفيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليك. عندك حق يا عم محمود، بس انا خايف اخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات ان انا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه ولا على المنفعه اللي جايه من ورايا يا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده انا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوه اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وانا مش قادر ارجع للصفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف انه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلمه نفسه ونجد غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد. ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليت حاجه غير الكلام ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هسوي بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما دي رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. خش اي حاجه. عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. اللي اقول لي يا عم سيد. ايوه. هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا البت دي ما البلد خلفتها كلها بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هنا وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحة يا عم معطي وبتسأل ليه بقى؟ أصل كنت عايز أقطم التفاحي. عليا أنا يا ولد. إيه يا عم سيد أنت يا واد يا جن ياللي تفهمها قبل ما تفكر إنها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها رصاصة دي. أنت بتقول إيه يا ولد أنت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبة اللي بتلعبها. حلو الشاي. عم سيد، يا عم سيد، اللي عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. البت فاطمه بنت مصلح الفتاه هاري. والختم الشريفه البت القمر دي بنت مصلح المصدي. ده راجل مسوي زي فكهته يا ولد. تحس كده يا ولد ان نط شيطان يا ولد في عيلته. امال ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضيه ولا مشبوكه؟ على قد علمي كده يا ولد انها فاضيه.
وانت مالك انت تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ انت عيلتك انت العب معطي عشان تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ خلاص يا عم سيد خلي بقك حلو وكمل اللعبه. يا تكنبلي يا دكتور الهوالي يا بسيوني يا بسيوني واد يا بسيوني. انا يا حسن انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس. يعني بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الوقت يكلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتي. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور، انا ما اقبلش الاهانه، مش حسن رشيد ليش هتزور على حد. تمام تمام ابعت لي الامن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجة لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكلية 7 سنين غير اللي قعدتهم برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات، ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للإهانة يبقى إيه. ليه يا دكتور وأنا عملت إيه عشان كل ده؟ الأفندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيهو وما يخشش الكلية تاني. تعدي؟ وأنا جيت جنبك يا دكتور؟ بره! واللي أنت عملته يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو سمحت من غير اهانه، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اعرف محمود عايزني في ايه غير لما وصلت هناك. انا كل اللي عملته شهدت باللي انا شفته مش اكتر. شهادتك دي ما تخصناش سواء كانت حقيقيه او زور، انا اللي عايز يا فندم زور ايه؟ انا شهدت شهاده حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده افضله غرقاني. ما تقاطعنيش وانا بتكلم، قلت لك شهادتك دي ما تخصناش، انت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت ايه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده انا دوبك صوتي عالي عليه فجاه لقيت الامن داخلين عليا في ثانيه. يا فندم انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان اعرف انا عملت ايه غلط. في شهود للواقعه دي شافوك وانت بتتعدى عليه بالضرب، ده غير شهاده امن الكليه اللي لولا تدخلهم كان مين يا عالم بقى كنت هتعمل فيه ايه تاني؟ شهود مين وامن ايه؟ أنا ما عملتش حاجة، ده أنا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكلية ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي بأي صورة من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنة 2007. هلا ايه يا نورس؟ فينك يا هندسه؟ يا عم ايه؟ انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهاده بقى. لا ابدا يا عم رضا، بس عندي صداع فرع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوابور. ايوه انت متربي هنا، فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه؟ كان زمان بقى يا عم رضا، زمان كنت احب اطلع في القطر واشوف الدنيا من فوق، افرج جناحات زي نورس واحس الهوا شايلني لفوق. بس بعد وقعت القطر خلاص قلت وقعت البحر اهون، والنورس ما ينفعش يبعد بعيد عن المالح. طيب قول لي تحب تسوق دلوقتي اروح اكلم لك عمك ملاك؟ ياما سوقت ياما سوقت وما وصلتش لحاجه عم رضا. معقوله كده خلاص؟ اشابير العمر دي كلها تروح على الارض؟ لا اكيد مش ممكن، كل مشكله وليها حل، بس مسألة وقت مش أكتر والحكاية تتظبط. ما كانش تعب سنين وبس. يا عجوز لبست كام قطر ببعض؟ كتير يا رشيد. تهيب دراش جرايد. ازيك؟ ازيك يا رشيد؟ تعالى اتفضل اتفضل. والله وليك وحشة. أنا قلت بقى جاي أسأل عليك، أدام أنت قليل الأصل وما بتسألش على حد. لا طول عمرك صاحب واجب يا رشيد. بمناسبة الواجب، ايه رايك بقى اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك مظبوط؟ تمام. انت عامل ايه بقى؟ انا كويس، بس تصدق يا جمعه اوضتك الضيقه دي بهتت عليك. يا راجل طب ايه رايك بقى ان اوضتي الضيقه اللي مش عاجباك دي الف من يتمناها؟ يا سلام، ومستني ايه يا اخوي؟ اديها لهم اديها لهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح. بالك انت؟ انت عارف انت ليه مش عاجباك الاوضه بتاعتي دي وشايفها ضيقه؟ علشان بفهم.
لا بلاش علاقه بالفهم، لان مساله الفهم دي فيها شك. حكايه باختصار، لانك انت اتربيت في المينا وخدت على البحر والسماء. وانت خدت على ايه؟ على القضبان الحديد والقطوره والاوضه المترين في مترين اللي انت فاتحها سبيل لكل من هب ودب. يا اخي ارجع بيتكوا بقى يا اخي. مالك يا رشيدي؟ لو انت قلبك واسع شويه بس هتشوف الاوضه اللي قدامك دي على مد بصرك. ولما انت قلبك واسع قوي كده وحنين ما دلكش على اختك. والله عندك حق. عامل ايه يا مينا؟ زعلانه منك واخده على خاطرها. اختك كبرت ومحتاجه اللي يسال عليها. ده انت ما فكرتش اخر مره تيجي تشرب معاها كوبايه شاي ولا تقول لها كلمه حلوه؟ رأيكم ده انت ابوك وثق عليها قبل ما يموت. وبعدين يا اخي انت خلاص مالكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن. لا واد ايه اسمه؟ الباش مهندس حسن. يسلم تمك يا جمعه، هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها. الباش مهندس حسن. بسيطه، الباش مهندس حسن. فاكر زمان وانا اول ما دخلت المينا كان رئيس العتادين لازم يسأل النفر مننا انت مين واصلك ايه وفصلك ايه وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك اي مشكلة يرجع للكبير بتاعه. ساعتها جاني وسألني، قلت له انا النفر اللي قدامك وما فيش حد ابدا في ظهري. قاعد تقول لي انا عارف الدماغ دي اللي تستاهل الكاس. ساعتها كنت فاكر انها عيبة انك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك. دلوقتي بقى نفسي الف اسكندريه كلها واقول انا ابو الباش مهندس حسن. رقبتي بتكبر من رقبته وانت بتبقى من قيمته، لكن كل اللي حلمت بيه وانا عيل حسيت انه هرب، هرب مني وانا شايف، لكن ربنا حققه لي في الوقت. الحمد لله. ان شاء الله ربنا هيصلح دارك احسن. قصدي الباش مهندس حسن. سوري يا كسرانز، كنت عايز افكر سعادتك بميعاد الايفنت بتاع نورهان هانم علشان دي فاضل لها شويه وهخلص. يعني افهم من سعادتك انك مش ناوي تروح. واضح ان سعادتك بقالك كتير ما جيتش هنا. تقريبا من بعد المهندسين بتوعنا ما بدأوا يجددوا في الكنيسة بعد ما كانت مكان مهجور. طول ما أنا حاسس إن أنا نجس يا صالح ما أقدرش أجي مكان طاهر زي ده. فشرت؟ لا مش فشرت دي، لا اللي أقصده إن سعادتك تشرف أي مكان تدخله. وبالرغم من كده عمري ما حسيت انه بيطردني منه، بالعكس بحس انه بيقول لي، بيكلمني شخصيا ويقول لي مش مهم يا اكرم انك نجس، المهم ان المكان ده طاهر. فعلا انا دخلت كذا كنيسه قبل كده بس ولا كنيسه ليها نفس الروح اللي مخيمه على المكان ده. ما هو عشان ماما. الله يرحمك يا ماما. عارف يا صالح زمان وانا طفل صغير لما كنت ازعل من حاجه كانت تجيبني هنا اهو ونولع شمعه ونقعد بالثلاث اربع ساعات ما بننطقش ولا كلمه لحد ما انسى اساسا السبب اللي كان مزعل واروح البيت وانا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت. حاولت اجي المكان ده بس ما قدرتش.
ما عرفتش يا صاحبي. جريت جري على اوضتي ولميت كل الشمع اللي في البيت وولعته كله على امل انها ترجع تاني، بس ما رجعتش. سابتني لوحدي في الدنيا دي، لوحدي خالص يا صاحبي. اكسلانس، ماما في الجنة. ده اكيد، ده اكيد. عارف ده المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد، بحس انها حواليا جنبي كده، بحس بنفسها، بشم ريحتها. اخبار التبرعات ايه يا صاحبي؟ التبرعات ايه؟ نعم، التبرعات، تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية. تمام يا اكسلنس، انا عملت لسعادتك ليست مفصلة لكل جمعية بالارقام، كله هيتم زي ما سعادتك عايز بالظبط. بس في حاجة كده عايز اكلم سعادتك فيها. يعني قلت لك مليون الف مرة ما ينفعش يا صالح. تخيل معايا سعادتك، اكرم البدري رجل الاعمال المسلم يتبرع بمئات الالوف للكنائس والجمعيات الخيريه المسيحيه. هيضيف لسعادتك كتير. انا بعمل كل ده عشان خاطر ماماه، وكمان عشان احس ان روحها راضيه عليا وبتدعي. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير يا ريس جمعه. صباح الفل يا بيوم. امسك يا حسن، امسك. تأمرني بحاجة تاني؟ شاكرين يا بيوم. أنت إزاي يا حسن؟ إزاي تسيب نفسك كده لغاية ما تروح منك وتمسك في الراجل؟ طب والمصحف ولا لمسته؟ يعني أنا هعمل كده يا خال؟ أنا يا دوبك صوتي عال عليه، فجأة لقيت الأمن حواليا، بيعملوا لي المحضر تعدي ولقيت نفسي مفصول. مفصول يعني إيه؟ يعني بره. يعني ولا حاجة. يعني كل السنين اللي فاتت دي اترمت كده على الأرض. والله يا خال أنا حاسس أنا في كابوس. مقلب دم وتقيل. حاسس شويه الناس هتيجي تقول لي فكك حسن احنا بنهرج معاك، بس برجع بفوق اشوف ان اللي بيحصل ده كله بجد. طب ما تشتكي يا حسن. اشتكي. كبر ولا صغر استاذ من ضمن الاساتذه اللي درسوا لك، ما هوش اكبر واحد يعني ولا في ايده كل حاجه. اشتكي مين يا اخي؟ بقول لك محضر التعدي اتكتب من غير ما انطق ولا كلمه. بس انا عارفه هو راجل مؤذي وايده طايله والناس كلها بتقول. سبع سنين مبحر في عرض الدنيا عشان ارجع مكاني كما كنت. حتة مكانك مرمي في عرض الملك. اللي صحيح ما قلتليش، ايه اللي انت حبيبتي ده؟ حبيبتي ايه في ايه؟ هي المدام اشتكتني في حاجه؟ التبس يا فارية اللي رجعتيه للراجل، يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ راجل ما اعرفوش، يديني 200 جنيه بتوع ايه؟ بتوع اللي في محل قبها زي ده؟ بتوع ان هو باشا وبيقدر بقيمته، وان اساسا ال 200 جنيه دولت ما يجوش حاجه جنب كم الفلوس اللي عنده، اكنهم بالظبط بريزه فضه في جيبك المصدي. جرى ايه يا بنت يا حنان؟ هو انا خدتهم من جيبك يا اختي واديتهم له؟ شوف بردك البت، بدل ما تشكريني على النصيحه، طب احمدي ربك بقى ان المدام ما شافتكيش. انت عارفه لو كانت شافتك كانت قطعت خبرك. لا والنبي، مش مصدقاني؟ يا بنت ده اكرم البدري. عارفه يعني ايه اكرم البدري؟ ولما هو اكرم البدري يبص لواحده زي بتاعت ايه؟ وبعدين انا ما فهمتهاش غير حاجه معينه، واظن واضحه بالنسبه لك زي الشمس، فقصري بقى وحلي على نفوخي. ها ده انت خالك راح لي بعيد قوي وسرحتي. لا يا زوزه ده تبسي يا حبيبتي. وعشان تبقي فاهمه، اللي زي اكرم البدري ده عينه مليانه وعنده اللي مكفيه وزياده، يعني اساسا ولا هو شايفني ولا شايفك. افهميها بقى كده يا حلوه عشان تستريحي. لا فاهمها كويس بقى. انا عارفه ان احنا اقل كتير قوي من اللي هيعدوا علينا هنا. عشان كده رجعت له فلوس. تخيل ربنا جعلني سبب عشان افرح الراجل الشقيان ده. 40 سنه ابويا شغال في المينا على امل ان ابني يبقى مهندس. سمتك مش حرام. ليش نفسك؟ ليش نفسك يا ابو علي؟ محدش عارف، شكر ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك الخير في الشر. يمكن يا خالد. طب انا هحكي لك حاجه دكتور. زمان كان في راجل ملك. الملك ده
كان بيخرج للصيد هو واستاذه اللي رباه وعلمه اصول الحكم، وفي رحله صيد حصلت لهم حادثه صغيره كده اتقطع فيها اصبع الملك. الملك نقم عن عيشه وزهد في الحياه، افتكر ان حياته انتهت في اللحظه دي. استاذه قال له لا، الحياه مش كده، الحياه اوسع كتير قوي من مجرد حادثه حصلت لك، لازم تخرج تاني وتعيش وتصطاد وتعيش حياتك. وفعلا الملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد، وفي يوم خرج في رحله صيد لوحده، قابلوه ناس كفره ما يعرفوش ربنا بيعبدوا الاصنام، خارجين يدوروا على راجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبدوه. أول ما شافوا الملك قالوا هو ده اللي ينفع، خدوه قبل ما يضحوا بيه قدام الصنم بتاعهم، بصوا في ايده كده لقوا اصبعه مقطوع، قالوا معاهم يعني هنقدم قربان للآلهة راجل معيوب بتسع صوابع. سابوه. ساعتها بس الملك عرف ان الحادثة الصغيرة دي كان الباب اللي اتفتح لحياته ومد في عمره، ولولاها كان أجل ده. يعني ربنا اداني المصيبه دي عشان اجيني من حاجه اكبر، مش كده؟ طب ليه؟ وايه الغلط في الهندسه؟ ولا ايه الغلط ان انا عايز افرح الراجل الشقيان ده وابسطه؟ مش غلط ولا حاجه يا حسن. اللي انا عايز اقوله لك انه لو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. ومين عارف يا اخي؟ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط الخير في حلمك انت مش في حلم ابوك؟ انا حلمي ان ابويا راضي عني ومبسوط، مش عايز اكتر من كده. وانت يا حسن انت ما فكرتش مين اللي هيبسطك؟ يا عم انا مش عايز حد يبسطني، والله ما عايز حد يبسطني. انا دعاء ابويا وامي بالدنيا واللي عليها كلها خير. ما حدش قال حاجه يا حسن. استغفر الله العظيم. انت ناوي تقول لابوك؟ ما ينفعش طبعا. تقول له ايه ده يروح فيها؟ بس انا خايف منه الناس يرجعوا يكلموني. قولوا له خلي حسن يجي لنا بالورق والشهاده. لا ما فيش شهاده ولا شيء، ده على الاقل لغايه ما تشوف لنا صرفه. شفت يا خال الورطه اللي انا فيها؟ انت ناوي تعمل ايه؟ والله ما عارف يا خال، شكلها كده ما فيش قدامي غير حل من الاتنين، ازور شهاده يا عم زي الملك بتاعك، اروح اقطع صباعي. صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل. بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طلعت اجازه؟ طب يا اختي شرفتي، الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه، يا ابن يا عم ابراهيم. ايوه خش. حاضر. تعالى يا عم ابراهيم ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حاضر يا ست زكرا. اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنتي يا زكرا؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غسالة؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست ذكرى. ما قلت اسف بقى، خلاص تعالى تعالى يا عم المقموص. انت في السكه في وشي؟ بكره هعملها معاك. الله، ما انت مجنون. في حد يكلم حد الساعه 4 الظهر؟
احكي لي عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. بتحبك، البنت هي شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا، لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن. اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. لا كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ دي مش انانيه، ده حقيقه يا علي. لا تحب حد او ترتبط بحد ازل من لازم فجاه يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ عن الموت ولا عن الحب؟ الموت في الحب، انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي فجأة يجي الموت ياخده منك. ده حقيقي، الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة بياخد اي حد بتحبه او ما بتحبوش. ياما ناس اتجوزت ودفنت عيالها هما لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. أنا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم حاجة. أنت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص. صحيحكم. عارف أنت هتفهم أنت لما تحب. أما عاملة لك شوية شاي حسوكة يستاهلوا بقك عنب. تسلم إيدك يا أم حسوكة. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا إما في السيرك مع صاحبك يا إما في المينا. عادي ياما زهقت، تغيير يعني، زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالة بتتغير. ما هو التغيير مش وحش برضه. بس أنت في جواك حاجة ومخبيها عن أمك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف أقول لك إيه، أيوة يامة. ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. يما المينا دي انا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. ده انا عشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه تانيه. لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب ما انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه تانيه ليه؟ يا حسن يا ضنايا، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. ياما ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضنايا. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. هو هتقول له كده عشان يزعل؟ لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه مكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضنايا، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحة كده زيك، ما معهمش شهادات عالية زيك يا حبيبي. نفسه ومنى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، أنا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن؟ لا يا عم مش كتير عليه. بس في حاجة تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني ومش عايز تقولها لأمك حبيبي. بصراحة أما كده أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارفة تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش معاكي 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العمر ابنك حيني ده حدفني بستافندي. تهدي هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمة، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ انا مش جدع، انا جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. احسك حلو قوي يا فاطمة، بيسحر كده ويلبش الجبتي. هو ايه ده يعني؟ الله، وليها تاني كده؟ انت عارفة يا فاطمة؟
انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلابطي. بس وربنا شوفي وربنا انا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمه انا بحبك يا فاطمه، بحبك وعايز اتجوزك يا فاطمه. يا بنت انت وقعتي على ودانك وانت صغيره ولا ايه؟ ما تقولي مش انا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي كمان عارفه اسمي. طب انا عايز اقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي وبقولهم لابويا بردك. هقولهم لابوكي مسلحي المصدي دي، هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بقك. ده ايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا بطل. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورد؟ انا مفيش حاجه، انا زي الفل. في ايه؟ حسن في ايه يا حسن؟ احكي لي. بحكي لك ايه؟ مفيش حاجة يعني، لو في حاجة يبقى مشاكل عادية، مش عايز اوجع دماغك. بس مفيش حاجة، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ كرأي حسن، هو انا غريبة عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حتة تانية. في ايه بقى؟ انت في حاجة جواك مخبيها؟ لا اخبي ورد؟ مفيش حاجة، انا كله تمام. قولي لي انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال ان هو هيجي بالكتير قوي كمان اسبوعين، وهي فرصه هتقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير ان شاء الله. انا كنت بحسبك هتبقى مبسوط اكتر من كده. انا اكيد فرحان طبعا، بس انا كنت شايف ان احنا يعني ناجل شويه احسن. ليه يا حسن؟ ابدا يا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما بنتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. خلاص يا حسن اللي تشوفه. بنت فين بتاعتي؟ وانا قلت ايه غلط؟ في حاجه بينك وبين شو يا حسن؟ انت في حاجه بينك وبينها صح؟ شو؟ ايوه شو يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شو مين يا عبيطه؟ انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حمره؟ طب فهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعده وساكته ومستنيه، ولا هيفهمني هيفهمني ولا نطقت ولا قلت حاجه يا حسن. في ايه بينك وبين اللي اسمها الشو ديت؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تاجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجه بس كله بأوانه. اهدي بقى، شو مين يا عبيط انت؟ تعالي تعالي يا عبيط. تعالي شو يا هبله؟ والنبي يا دكتور. ايوه ده للدكتور امشير بسرعه. والنبي يا دكتور. اتفضل يا ام. انا عندي فيروس سي. ايوه وبعمل اقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاتره اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني اعمل تحليل، واخد التحليلات دي كلها واديها الاداره. ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال انا ما بكشفش عليكي عشان انا بكشف على الطوارئ. أيوة. والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي انا خلصت نبطشيتي خلاص، وانا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان اكمل كده لازم اجي تاني عشان اخد القرار. حاضر يا حاجه، انت استني شويه، ده مش تخصصي. عايز حاجه علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجه ولا دكتور؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه بس علي. عندي بريفت مع الدكتور سعيد وانت عارف ما برحمش في التاخير. ان شاء الله مش هتتاخر 10 دقايق. بص بص هي عايزه ايه؟ بس عايزه مني يعني؟ انت مش مدير المستشفى وكمان مش من حقك تقول لي امشي ولا استنى. ارجوك انا عايز امشي. لا من حقي اقول لك كده. وانا من حقي امشي اشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعالج الست دي. العيني مش من بقيه اهلك يا علي. من بقيه اهلي. فين خدها؟ انا كانوا قدام العينين ولا ايه؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه اي حد يكشف عليها. وانا خلصت ولازم امشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. امسك يا استاذ، شوف الست عايزه ايه، لو مشيت من غير اذن احولك التحقيق. اتفضل.
حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجة. السلامة يا أمي. مع السلامة. عندي برايفت مع الدكتور. تعالي تعالي معايا يا حسن. حاضر. أنا عايزاكي تغيري لي كل ده، الزيتي هنا والأورنج هناك. ذكرى. ذكرى. تعالي هنا. مالك؟ مش مركزة ليه؟ أنا شايفاكي من بدري. في حاجة حصلت؟ لا خالص يا مدام. بس أنا آسفة يعني يمكن أكون سرحت ولا حاجة. خلي بالك من شغلك. أنا عرفت اللي حصل مع أكرم بيه. كنت فاكراني مش هعرف؟ بس أنا ما قصدتش حاجة. أنا بس اتفاجئت لما لقيته 200 جنيه. فقلت يمكن مش واخد باله من فلوسه. ليه؟ عمرك ما شفتي حد معاه فلوس ونزيه؟ ولا كنت فاكراها هيديكي 5 جنيه زي الزباين بتاعه المحلات اياها اللي انت جايه منها؟ ما دام انا ما قصدتش حاجه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا لقيتني جاريه وراه برجع له فلوس بس وانا ما اقصد حاجه. بعد كده تحسي، لان دي قله ذوق. بس بعد الموقف ده انا شايفه انك امينه وعايزه تستمري في المكان. يعني حضرتك مش زعلانه مني؟ شوفي شغلك، ولما يحصل موقف زي ده ما تتصرفيش من دماغك، ترجعي لي في الاول. حاضر حاضر يا مدام. اما نشوف هتفضلي على امانتك دي لغايه امتى. شوفي شغلك. لا طبعا مش مجدي. التظلم بيفيد بس بفتح الباب قدام اعاده النظر في الاجراءات، مش تغييرها يا حسن. ما ده المطلوب يا متر، نفتح باب الاجراءات من تاني. اول حاجه نتيجه الكنترول حتى لو مش معتمده تثبت ان انا حضرت الامتحانات وما تخلفتش. حسن، تاني حاجه محضر التعدي المتلفق ده احنا ممكن نعيد النظر فيه والتشكيك في امره. يا حسن يا حسن افهم، الموضوع مش بالبساطه اللي انت متخيلها. انت مش مفصول عشان خاطر اتخلفت عن نتيجه الامتحان علشان تفتكر ان نتيجه الكنترول هتبرأك. انت مفصول عشان خاطر محضر التعدي، وده ما ينفعش فيه اعاده النظر، وده اجراء مبطور. يعني مفيش خطوط نجري وراها، واحد ضرب واحد وفي شهود على كده، خلصت. ايوه بس دول شهود زور. شهود زور. وعشان كده المحضر ما فيهوش ثغرات، عارف لو في شهود حق كنا قدرنا نشتغل عليه. يعني شهاده الحق بتموت وشهاده الزور هي اللي بتنجي. ندمان يا حسن؟ ندمان؟ ندمان على ايه؟ انك شدت الحق مع المريض. لا طبعا انا ما ندمش لو جبت حق حد، بس هموت لو ما عرفتش اجيب حق انا. طمن يا حسن وما تقلقش، انا هرفع قضيه على الدكتور عزت وعلى رئيس القسم بصفته وبشخصه، وعلى عميد الكليه كمان بصفته بشخصه، عشان كلهم وقعوا قرار الفصل التعسفي عليك، وده مجرد اجراء تخويفي وتوقيع صحابه فيه، وده الاجراء الوحيد اللي اقدر اعمله في الوقت الحالي. بس يا فانكي والنعمه اللي اقول لامك. قاعد انت هنا مروق على الاخر. يا عم روح. الله فيه يا عم. صباح الفل يا بعض. فل ازيك. ايه اللي جابك النهارده؟ مش اجازه ولا ايه؟ نزلونا طوارئ يا عم عشان مركب واحد من الكبار طالعه ولازم ورقها يخلص. خدت بالي برضه. ابوي عامل مشاكل مع العتارين، قريت الحوار. الرئيس رشيدي في الشغل ما اعرفش ابوه. ولا ابنه وحياتك. ساعه على طوب الارض، عايز نمشي واسيب المينا. قلت لك يا صاحبي، انت اللي مش عايز تسافر. يا ابني اسافر اروح فين؟ يا زيك انا لو سبت البحر هموت. عارف يعني ايه؟ البحر ده عالم تاني. عالم ملوش اول ولا اخر. لو عشيته هتتسجن فيه برضاك، مهما يعمل فيك مش تزعل منه. حتى لو زعلت منه هيرجع يراضيك تاني، ولو فرحت يزود لك فرحتك نسبة هوا. بس مشكلة يا زيك إن غدار ممكن يحول لك كل حاجة لنوة في غمضة عين. وربنا أبوك عنده حق، أنت البحر جننك. صح يا زيك، أنا البحر جنني فعلا. يلا يلا يلا. صباحو.
طول عمرك وانت بتحب تلعبي مش عايزه تكبري ابدا. ربنا يخليهولك يا رب. على فين كده؟ اعملي السمكايه. معلش بقى عندي معايا. يلا مع السلامه. مع السلامه. برضه يا حسن مش عايز تقولي الملا؟ قلت لك برضه مفيش حاجه. شويه مشاكل وتعدي وابقى احكي لك عنها. انت مش عايز تحكي لي يعني مني عبيطه زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني من غير مقصود؟ طب وحياه حسن عندي انا ما بيبقى قصدي. والله انت عبيطه فعلا. يا بنت انا عمري ما زعلت منك. لا انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان انا صعبانه عليك. بس والله العظيم يا حسن انا اللي بعرف اكل ولا نام ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه طول ما انت كده متضايق. حتى يا حسن عليك ما بقتش صافيه زي الاول. وانا متاكده كمان ان انت لما بتقعد تضحك بتضحك كده بس عشان انا ابقى مبسوطه وما تزعلنيش. والنبي حقك عليا. يا بنت ما فيش حاجه قدامك. شويه مشاكل الورق بتاع الكليه على الاعفاء بتاعت الجيش شويه مشاوير وهتخلص وخلاص ما فيش حاجه. يعني انت ما انت زعلان عشان يعني شكيت فيك في موضوع شوق؟ شوق؟ يا بنت شوق مين؟ يا بنت انا عليا ما بتشوفش غيرك انت ومات الكلام على كده خلاص. يعني انت خلاص بجد ما انت زعلان؟ يا بنت انا اصلا مش زعلان منك والله. يا عبيط. Bonjour, Excellent. Bonjour يا صالح. هو أنا مش هخلص منك أبداً؟ حتى يوم أجازتي جاي للبيت ما ينفعش أخد يوم واحد أجازة من غير ما أشوفك؟ برنس غصبٍ عني، غصبٍ عني. أوكي. بس الحكاية زادت عن حدها. بلغني إن فؤاد شكري إيده طولت تاني على حصتنا. وعلشان ما اتحركناش المرة اللي فاتت بدأ هو بنفسه يلسم بالكلام ان خلاص كلها 2 سنتي وراسه بطول راس سعادتك. وبعدين؟ النوع ده يا اكسلانس لازم له قرصة ودن. وده وعد مني برومس النهارده قبل بكره اقطعها له اعور له ودانه الاتنين بس سعادتك اديني الاسم. ولما تقطعها له وتعور له ودانه الاتنين يسمع الكلام بإيه؟ بعدين ما أنت عارفني يا صالح أنا ماليش في الأذية. والحل يا إكسلانس؟ أنا أقول لك الحل إيه؟ بص هو فؤاد شكري راجل طيب، طيب زيادة عن اللزوم. مش عارف إن كل اللي حواليه هم اللي مغرقينه. عشان كده سيب دماغه طول دماغي. خليه يفرح بيها كام يوم. وبعد كده نطير له دماغه بودانه الاثنين ويبقى كده احنا ما اذيناش حد. اكسلانس صحيح. يعني انا ما بتش فاهم حاجه. في امل ولا ما فيش امل؟ الامل دايما موجود. انا رفعت القضيه ومشيت في الاجراءات بس لازم. بس ايه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن انا هكون صريح معاك. احنا خدنا خطوه في القضيه دي والخطوه دي صح 100%. وهتوصلنا اللي احنا عايزينه. بس المشكلة مش في النتيجة. المشكلة في وقت القضية نفسه. بقول لك يا متر، من غير لف ودوران، أنا وضعي إيه بالظبط فهمني؟ المحاكم فيها 100,000 قضية من النوع ده. أنت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد إيه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما أنت فاهم. القضايا دي بتقعد سنين. يعني ولما أنت عارف كده، بتخليني أرفع قضية ليه؟ بتشتغلني يعني؟ أنا كل حاجة بتروح. مستقبلي بيضيع. أهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس، أقول لهم إيه؟ أقول لأبويا إيه؟ أنت عارف اللي حصل ده معناه إيه؟ فاهم. لا مش فاهم. أنت على فكرة هتشوف الحل. وهتشوف الحل دلوقتي كمان. مش الحل الواحد إن أنت تراضي الدكتور بتاعك ده. يعني إيه؟ عايز نروح له؟ إذا كان رحت له قبل كده وطردني، أمال بعد ما رفعت عليه القضية هيعمل معايا إيه؟ هو لازم دلوقتي أعصابه تكون هديت، وهيقدر يعيش معاك الموضوع، وهتوصله الحل.
بقول لك ايه يا ابني، انت مش هتخسر اكتر من اللي انت خسرته، جرب وشوف. صامي كفايه انت متعرفش تلعبها. خليك في كورتك انت، خليك في كورتك. انت شايفها اصلا مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه، طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. العب يا بابا يلعب. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات دي. خلاص اوكي. تشاو. هو احنا مش ميعاد نومنا جه؟ بليز يا مامي، عايزه مع بابي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا من حقي اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو اتس بيد تايم. شويه مارو، نسمع كلام مامي. يلا تشرب معايا درينك. درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانية احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه او حاجتين، مش دي فكره احلى؟ للاسف يا حبيبي عندي شغل ان شاء الله. باي يا روحي. وانت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا ده هيخليني ارجع في موقفي. انا برضه هتنزل على القضيه، وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. هتنزل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع يا بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصه ودن، قلت اسيبك كده يومين ثلاثه تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته، ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقفي. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت اتخرجت لمجرد انك نجحت، مع ان النتيجه لسه تحت ايدي، وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. انا ما روحتش محاكم يا دكتور، انا ما روحتش محاكم، انا مش عايز حاجه غير حقي وبس. انت مالكش اي حق اصلا، انت اساسا ما دخلتش كليه هندسه، انت مجرد عملت محاوله وفشلت، والفشله من امثالك بينتهوا عندي هنا. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت ما فيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبلي ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطيلها. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. لا هتطاطي، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غرتش من قدامي دلوقتي. اقول اروح فين انا؟ اقول اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، اطلع بره. يلا يا جماعه كلنا نقول لمدام ايفين كل سنه وهي طيبه. سنه حلوه يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا
سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة حلوة يا جميل. كنت خايفة لما نجيش. ما تجيش يا حبيبتي. اقعدي اقعدي. ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي يا فاتن مش عارفه. كنت عارفه ان عليك هنا، تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت مخنوقه شويه عشان كده عديت عليك وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور علي في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف وملوش اي لازمه. انا سخيفه؟ اصل احنا اخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنه، احنا ما بنقعدش اصلا. قعد. لا ما انا هروح عشان سايبه القسم لوحده. عن اذنك.